أورانج تقدم لكم أي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناه الحوار التونسي. تحيه لكم مستمعينا الناس الكل. نرجع لكم في اي تيك مع موسم جديد، موسم مليان بالتكنولوجيا بالانوفاسيون بالاخبار. تقاوم كل اربع سبت على قناه الحوار التونسي. معنا الاولاني اليوم في اي تيك، في حلقتنا الاولى بالنسبه للموسم الجديد، باش تكون مع فاكولتي جينيرالمون نكملوا بها السيزون. علاش؟ خاطر وقت نبداو نحكيو على توني روبوتس ولا سيكوريتي وغيره من ليزيفينمون، ديما نحكيو على الانسات. اسمه الانسات تتحرك على بكري، ولأول مرة يقع تنظيم ان ايفينمون تيديكس انساد، ريبورتاج خاص على الايفينمون هذا اللي صار في وسط الجمعة اللي خرجت. مع بداية السنة الجامعية وقبل ما تبدأ الأندية متاحة في الأنشطة متاحهم، اختار المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات أنه ينظم وللمرة الثانية التيديكس متاعو، تيديكس إنسات 2018 نهار 26 سبتمبر تحت التام متاع عصفور في اليد. TED هي c'est une série de conférences organisées à l'échelle internationale. سنة قررنا باش نعملو pour la deuxième fois et la deuxième édition à l'échelle locale في تونس وفي الإنسات plus précisément un TEDx اللي هو حاسينه كي فولكو كيما معروف اللي الكونسيبت نتاع TEDx انه on partage des idées qui valent la peine. L'idée اللي حبينا نبارطاجيوها سنة انه هو التيم تاعنا عصفور في اليد، وهو جاي من المثل الشعبي عصفور في اليد والعشرة فوق الشجرة. باش نحكيو على المينيماليزم والماكسيماليزم، سبيكتر اللي ما بيناتهم، سي ان سوجي لازم يتحكي فيه. ست لقاءات، 5 سبيكرز واوديتوريوم مليانه كالعاده سجلت حضورها في تيديكس انسات. دي سبيكرز اولاد التكنولوجيا وخدمتهم في التكنولوجيا، وكل واحد منهم حل روحه افاق اكبر من اختصاصه. عاطف حسيني ان اكسبير جونيور في الامم المتحده، عمر دمق انجينيور ومدرب نتاع يوغا مشى للهند باش يتدرب غادي، محمد اسامه حويج انجينيور اغريكول ومعروف بانه مشى 300 كيلومتر على الساحل التونسي من المهديه لسليمان باش ينظف شتوت متاعنا من البلاستيك، عزين عبيدي كونسلتون اي تي تحدى المرض واصبح ان تيك سبيكر عند موزيلا، وجازم حليوي انتربرونور من 1997 وناشط في المجتمع المدني والسي او نتاع ويب رادار. انا جازم الحليوي، وبصفتي كانتربرونور وكناشط في المجتمع المدني استدعوني باش نقدم ان توك في تيديكس انسات 2018، وانا شاركت قبل في دوتر اديسيون تاع تيديكس بعد الثوره، وتحدثت في مواضيع تعنى بالأوبن جوف، الحوكمة المفتوحة والبارتيسيباسيون بتاع المواطن في أخذ القرار، وإلا في مواضيع أخرى بحكم خدمتي كأنتربرونور في الدومين تاع التكنولوجيا. دونك تحدثت في مواضيع تهم التكنولوجيا، لكن اليوم باش نحكي على موضوع ان تي بو بارتيكولير اللي هو موضوع احنا شكون. انا لامبرسيون لي سوفون نو سوم اون بيرسوناليتي في المجتمع، نو سوم ان كور، نو سوم مخ، لكن فما طرق باش نتعرفوا اكثر على حقيقتنا نحن شكون وشنو ودو كوا اوني في بوركوا اوني لا. واليوم موضوع هذا مستمد من الفلسفه الموجوده في القاره الاسيويه في الهند والصين الى اخره، وخممت اللي سي انتريسون باش نبارتاجي هالافكار هذيا في مع لي بارتيسيبون تاع تيديكس 2018، خاطرها افكار تو سامبلومون ماهيش ما تخلطناش بالكدا. هو افون جو، هذا هو تيديكس انسات، عام بدا بقوه، قرايه، خدمه، نجاح، لكن ايضا دي كلوب، دي تشالنج، دي بروجي، دي هاكاتون، دي كونفيرونس، توني روبوتس، سيكوريتي، ايرو دي وغيرهم من المواعيد اللي ما تتفلتش في الجامعه هذه. مرحبا بكم جديد. الحدث المده هذه هو اطلاق النوفا 3 سمارتفون جديد نتاع هواوي. من اسابيع هواوي اعلنت على اطلاق النوفا 3 اي، لكن المره هذه لانسيت النوفا 3. شنو هو الفرق ما بيناتهم؟ كنا حاضرين في الكونفرنس دو بريس اللي نظمتها شركه من ايامات. هذا الروبورتاج الاولاني في موعد جديد مع تيك نيوز.
1 أكتوبر 2018 هواوي أطلقت النوفا 3 سمارتفون متاحة اللي أعلنت عليه نهار 31 أوت في تونس. النوفا 3 يخرج بعد 3 أسابيع من نوفا 3 إي واللي يعتمد على une intelligence artificielle قوية تساعدو دوبل كاميرا فرونتال ودورسال اللي موجودين في التليفون هذايا. تليفون في شكله ما يبعدش على النوفا 3 إي، نفس الديزاين والألوان لكن من داخل أقوى. أن إكران 6.3 بوس فول فيو مع ريزوليسيون 1080x2340، انترفاس EMUI 8.2 و اندرويد 8.1. هذا بالنسبة للكوتي لوجيسيال. أما بالنسبة للكوتي هارد فالفرق الأولاني بين النوفا 3 والنوفا 3 إي تظهر مع حضور البروسيسور الرئيسي بتاع هواوي لسنة 2018 لو كيري 970، ان بروسيسور أوكتا كور ظهر لأول مرة في المي 10 ومن بعد في البي 20. الفيرسيون اللي تجي لتونس هي 4 جيجا دو رام مع 128 جيجا دو ستوكاج. بالنسبة للمصورة فما برشا كلام، دوبل اباري فوتو في الظهر ومن القدام، 24 و 16 ميجا بيكسل مع اوفرتور f1.8 بالنسبه للمصورات اللي يجيو في الظهر، يعني كاليتي باهيه مع لومينوزيتي اقل. المصوره القداميه 24 و 2 ميجا بيكسل مع اوفرتور 2.0 وقوه كبيره بالنسبه للسيلفي. يغيب على دوبل اباري فوتو نتاع التليفون هذايا استابيليزاتور اوبتيك ديماج، فما ان فلاش ليد في الظهر وين نلقاو زاده الليكتور دومبران ديجيتال. وعلى ذكر الليكتور دومبران ديجيتال والكوتي سيكوريتي بالنسبه للنوفا 3، فإن السمارتفون هذا فيه ريكونيسونس فاسيال وفيه زادة قابلية للرياليتي أوغمونتي، خاصية من بين برشا خاصيات نقاها في الكاميرا متاع التليفون هذا، بما أنه فما مجموعة كبيرة من الفلتر اللي زوبسيون اللي حاضرين فيه. النوفا 3 يخدم باتري 3750 مليون بيرور في أن بور يو اس بي تيب سي وسومو في تونس 1,600,000. معروفة من سنوات في تونس، برانت أعلنت رسميا على إطلاق برانت تونيزي، الشركة اللي عرفت تغيرات كبيرة وصلت لشرائها من طرف المجموعة الجزائرية سيفيتال. رسميا بدأت نشاطها في تونس وتم الإعلان على القرار هذا من أيامات. احنا برانت موجودين هنا رسميا في تونس pour la distribution de l'électroménager, la télé, les réfrigérateurs, lavage, toute la partie cuisson. الفور اوت وبلاك باش نسوقوا المنتوج نتاعنا للجميع الحرفاء كو سوا لي غراند سيرفاس ولا لي بتي روفوندور على التيريتوار التونسي الكل. في الكونفرنس تم تقديم كل المعطيات بالنسبه لللانسمون تاع برانت في تونس واللي باش تركز على دو جام برانت وديدي تريتش، مع هذا هدف واضح من حيث النمو والبار دو مارشي لحدود 2021. نحن باش نكتسحوا السوق نتاعنا وان شاء الله نوصلوا باش نعملوا 20% من بار دو مارشي في الالكتروميناجي من هنا ل 2021. كيفاش باش نكتسحوا ال 21%؟ على خاطر عندنا اون باز برشا خدمتنا على لا كاليتي. لا كاليتي كيفاش تقول كاليتي؟ هو يلزمك لوتي اندستريال، معناها المصانع اللي تنجم تخليك تعمل لوتي لا كاليتي دو برودوي، وثانيا هي مهندسين في البحث والعلوم في الالكتروميناجي. عندنا بريس اكثر من 200 مهندس مختص في الالكتروميناجي. أهداف هامة حطتهم برانت في تونس تعتمد على قرب المصانع اللي في الجزائر للضغط على الأسعار، لكن أيضا تفكر جديا في استغلال السافوار فير تونيزيا من خلال مصنع لتركيب التلافز، مشروع من بين برشا مشاريع لبرانت في تونس. رسميا اليوم تم الإعلان على قرار إنشاء جامعة تونسية للألعاب الإلكترونية، جامعة مثلت حلم كبير للجيمرز من مدة طويلة، حلمة كيف ما عبر عليها عبد القدوس السعداوي كاتب الدولة المكلف بالشباب. من فيرتي على خاطر البروجي معناتها كان كي الحلمه معناتها عند لي جيمرز الكل، خاطر سي بلي سبور هابت الشباب. بما انكم جيتي امبليكي شويه وحضرت معاكم في ليفينمون عامناول وعشرت شويه لي جيمرز معناتها زادوا نفحوني برك كوا. دونك سي ان برومي با اون فادير، ماهوش كونكريتيزاسيون دان ريف، مي سي ان برومي با. الخدمه توا تبدا معناتها. شكون غاني اجوردي معناتها في تونس اللي تعملت الفيديراسيون هذي؟ لوتوريزاسيون خرجت الفيديراسيون، سوسرا لا 49e فيديراسيون في تونس. الرول نتاع الفيديراسيون باش يكون تنظيم القطاع هذا الكل وتطوير وديفلوبمون نتاعو، باش يكون تنظيم لي كومبيتيسيون، باش يكون لا ريلاسيون افيك معناتها الهيئات الرياضيه الوطنيه والعالميه، وباش يكون زاده لا فورماسيون دو نيلي على خاطر توا الوزاره الفا سوبورتي لا فيديراسيون
tant que tel. Elle, pour moi, il me reste un rêve. C'est de voir un stade de gaming qui me rend en Corée ou qui me rend au Japon. Un projet qui est bien sûr les gamers, la communauté heavy, il est en train de faire les communautés à l'Almoustaou l'Afrique ou l'Arabie. Une panne mondiale, عرفها اليوم انستغرام. بان مسّت الريزو سوسيال متاع البارتاج متاع تصاور لمدة تقريبا 3 ساعات. بان لحد الان فيسبوك محكيش عليها ومحكيش على الأسباب متاعها. البان هذية جيب بعد بأيامات قليلة جدا من بان مونديال مسّت فيسبوك الأسبوع اللي فات بعد البيراتاج متاع 50 مليون كونت إثر هجمة إلكترونية. لحد الان مزنا ما نعرفوش شنية الأسباب وراء البان متاع انستغرام، وهل اليوم زاد فما هجمة إلكترونية على الريزو سوسيال الأول عالميا. انستغرام ريزو دو بارتاج متاع تصاور الأول عالميا بأكثر من مليار اوتيليزاتور اكتيف. اي تيك اليوم وفيت نخليكم توا مع لا مينوت اورانج بيزنس، مواد يلزمكم تستنسوا به انتوما لي بروفيسيونيل اللي تحبوا تطوروا الانشطة متاعكم. فرصة ليكم باش تكتشفوا البورتفوي الكبير متاع اورانج الخاص بلي بروفيسيونيل. تحية محمد علي السويسي في الأمان. مرحبا بكم. Connexion, sécurité des données, من أهم الحاجات بالنسبة للشركة. هذاك علاش toutes les entreprises sont à la recherche de la meilleure des solutions. معنا اليوم سونيا. مرحبا بك سونيا. Donc vous êtes experte Orange Business en sécurité manager. شكون كيفاش نجلبوا المشاكل هذه؟ كما قلت مهدي، من أهم المشاكل متاع les entreprises انهم تكون عندهم une connexion stable et sécurisée باش الخدمة تكون plus fluide. Alors شنو هي la sécurité manager؟ C'est tout simplement une solution اللي تخلي الشركة عندها un flux internet sécurisé وفيها bien sûr مجموعة هامة من الحلول anti-spam, anti-intrusion باش تحمي لي دوني et le réseau متاع الشركة, avec en plus une possibilité de filtrer les accès aux sites web non professionnels. Donc s'il fallait synthétiser, l'entreprise peut ainsi avoir une connexion stable et sécurisée grâce à un flux internet optimal. Tout à fait. Merci beaucoup Sonia. Nous on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'essentiel pour votre entreprise. تقدم لكم اي تيك باش تقعدوا ديما على باج، ما تفلتوا حتى نوفوتي تكنولوجيك وتكتشفوا لي ميور اكسبيريونس ديجيتال. معاك في التكنولوجيا، معاك في اللي تحبوه.